حاسب يا بابا حاسب. يا استاذ بقى اتعلم السواقه الاول وبعدين اركب عربيه. يا هانم ده طريق. طريقك يعني ايه؟ اشتريته؟ يا هانم حضرتك انت اللي غلطانه. احترم نفسك يا استاذ، ما تكلمنيش بالطريقه دي، انا لحد دلوقتي محترمه طولك. حريصه ايه اللي جابك هنا؟ يوسف بيه دي امينه هانم حمات الاستاذ ونيس. يا دي الاستاذ ونيس اللي بيطلع لي في كل تحطيره وكل ركن بس لما اشوف شكله. امينه هانم ده يوسف بيه رئيس مجلس اداره الشركه اللي شغال فيها ونيس. يعني ايه انت بتخوفني؟ خليه يطلع مارشرير عشان اطلع بعربيتي. اطلع مارشرير يا بيه. هي اللي تطلع مارشرير الاول. يا فندم ليديز فيرست، يعني الستات اولا. قول له الستات اولا يا فندم. انا متربي في مدارس كويسه واعرف الاصول كويس يا هانم، ومدام ليديز فيرست حضرتك تطلعي مارشرير الاول عشان دي سكتي وطريقي. انا مش عايزه ارد عليك لغايه دلوقتي لان الست متربيه. وانا كمان متربي يا هانم. أنا دتي كانت نمساوية. بابا حضرتك تطلع أنت الأول، برضك حركة فيها برستيج. عندك حق. الحسنة الوحيدة يا هانم في ونيس إنك أنت تبقي حماته. أنت بالكتير تبقي أخته. تريشانتي، ما تتعبش نفسك يا أستاذ. أنا هرجع مارشرير وتفضل حضرتك وأنا متنازلة عن كل حقوقي. يلا انا معايا. ايه الافكار الجهنميه دي يا بابا؟ جات لي على اخر لحظه. استني يا طنط. يا خاين يا غشاش، خلي خطيبتك تنفعل. انا حاجي معاكم. ايه هرجع بقى. ارجع يا ونيس ارجع، انا مش عايز اروح الغردقه. ايه مش عايز تروح الغردقه؟ يعني ايه مش هتغردقي؟ مش عايزه اتغردق. طب ولادك يتغردقوا؟ ده كلام يا ميسه؟ ده كلام مش هيلاقي الهم وحات الهم امك، وامك في الاخر هتلاقيها قاعده في كافيتيريا او في استراحه في الطريق عماله تهزر وتضحك. ما انت عارفه امك. معقوله معقوله ارجع 50 60 كيلو عشان ادور على امك؟ العربيه سخنت. بس بقى بس يا شرف الدين، بس يا شرف انطح، مش هلاقيها منك ولا من اللي احنا فيه. انت يا جدع انت اللي اسمك ونيس. نعم. نزل لي عبله. ايه ده؟ عبله فين يا خليل؟ انت يا ونيس بنتي فين؟ الله، ايه يا استاذ خليل، هو انتوا ما قابلتوهاش في الطريق؟ قابلناها؟ قابلناها فين يا مدام؟ سيبناها في الشاي. هو انتوا عاوزينها؟ اصل احنا الحقيقه ما كناش طايقينها في العربيه، قصدي هي مش طايقه العربيه، فزهقت واصرت انها تنزل تستنى في الشارع، تستناكم لما تعدوا عليها. ايه ده؟ اترميت بنتي في الصحراء؟ وائل اقفل. امسكوا اقفل الباب. هات فاسدين تسلمني بنتي اسلمك عز الدين. ايه ده؟ هي حصلت يا خله تاخد عز الدين ابني رهينه؟ ابني انا عايزه ابني. اطلع يا خليل اطلع ندور على بنتنا. اطلع يا ابني ابني عايز ابني عايز ابني. ده وقته ما تبني ابني في اي وقت، الصحراء قدامك واسعه اهي. ده انا عايزه ماما. هات لي ماما. يا ماما يا ابني خش اجري. خليني اجري. عايز ايه؟ خش عايز ايه؟
هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت هتعمل الموضوع ده ولا ايه؟ ما انا هجيب ابني، انا هجيب ابني. عربية تيتا اهي. الحمد لله. الحمد لله. لف 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 وارجع حق ماما. انا في امك دلوقتي، انا في ابني. ماي سان ماي سان. محدش اتحرك، محدش اتحرك، ما تتحركيش مكانك. خلع. اوعى تقرب ناحيتي. اوعى تقرب. خلع ما تستفزنيش. بنتك عبله لقيناها راكبه مع امينه هانم حماتي ورايحين على الغردقه. من فضلك سلمني عز الدين وخلي الرحله دي تعدي على خير. موافق، بس على شرط. تساعدني الاول ان انا اطلع عربيتي اللي غرزت في رمل. مع انك راجل ما عندكش دم. فاهمني؟ ما تقعدش تقول لي بقى. افهمني. ها؟ بس احنا اخوات. ازاي؟ احنا اخوات. معقول يا خليل؟ معقول تبقى في ازمه زي دي لوحدك في الشارع في الصحراء وهتسيبك؟ طبعا. انا عارفك شاهد. لا العربيه تطلع من الغرز طبعا. احنا اخوات يا خليل. احنا جيران. أيوة جيران. أيوة من زمان. أيوة. ونعمل جيره والله. الله يخليك. واحنا حبايب. في النهايه حبايب. شغل عيال وتخطف ابني و بس برضه يلا يا عز الدين تعالى هات لي الكوريك يا بابا. انا اجيب لك المفك بس وبتاع. فضيل العربيه نزل يلا يا اولاد. نزل الحاجات اللي فوق. نزل كل حاجه يلا يا اولاد. يلا انزلوا على كف العربيه شويه. هات لي الكوريك يا عز. اركب بسرعه انت. اركب بسرعه. اما انك عيل اقعدي انت بقى قرع عليهم ان عربيتهم تغرز زي عربيتي. انا بقى رايح البحر عن اذنكم. ايه